أهلي يقولوا لي طيب أنت مجنونة، أنت سكرتي صالون حلاقة كنت تشتغلي ومردودك كان كتير منيح. نحنا كسبنا ثقة المجتمع وكسبت بعدين أنا ثقة أهلي. تزوجت عمري 15 سنة وزواج تقليدي، جبت 3 أولاد وبنوتي. كنت حابة كتير أنه أولادي ما يعيشوا نفس الظروف اللي أنا عشتها، ما يعيشوا وضع التعليم المزري. فتحت صالون حلاقة نسائية كان عمري 19 سنة، كنا نقعد فيه كمنتديات نسائية ونخوض في أحاديث السياسي ونخوض في الوضع العام اللي نحنا صرنا فيه، نخوض في الآراء كل وحدة تقول رأيها. صرنا نخطط من هون بلشت الفكرة. فكرنا أنه نحن نعطي دورات تطوعية. بلشت الفكرة أنه نحن في حاجة لأسعافات أولية. دورة نسج صوف أشغال يدوية طورناها شوي للتعليم للكمبيوتر، وصار في عنا عدة فعاليات داخل نطاق هذا القبو. أسسنا مكتب قانوني اللي هو بيوثق الانتهاكات للنساء، بيوثق حالات العنف، بيعطي استشارات قانونية. هذا أنا اعتبرته إنجاز بالنسبة لنا ولفريقنا هداك الوقت، اللي هو كان أول مركز نسائي بيشتغل على تمكين المرأة في الشمال السوري. كانت مزايا، كل بنت عنا لها قصة حقيقية وقصة نجاح تأسست وطلعت من مزايا. من ضمن التحديات اللي نلاقيها هي هجمات الناس على الفيسبوك وقت ننزل أي منشور إن كان. من ضمن التحديات اللي نحن عشناها حرقوا لنا المركز، بالإضافة لأنه حطوا لي لغم في سيارتي وتفجرت السيارة. الحمد لله ما حدا صار علي شيء. قررنا أنه نعمل مركز نسائي كمان في مخيم باريشة. كانت تجربة كتير بالنسبة إلي، بعتبرها أنه صعبة أنه نشوف النساء عايشات هذا الوضع المزري. لو ما هن جبارات ما بيقاومني هذا الوضع لحد الآن. السكنة داخل نطاق المخيمات اللي هو سجن داخل سجن داخل سجن للنساء. صراحة ثقتي كتير كبيرة في النساء السوريات. بشوف المرأة السورية هي صانعة الأمان والسلام.